السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. نعرض لكم 1979 دوج باور واجن مكينة 360، السيارة مجددة بالكامل، حالتها ممتازة جدا، خالية تبارك الرحمن من أي مشاكل أو عطال. طبعا السيارة 4x4 فور ويل أو دبل. طبعا مثل ما ذكرت السيارة مجددة بالكامل، يعني على أعلى مواصفات وأعلى مراحل التجديد. نشوف السيارة من الداخل من الجهة هذه، بعدين نروح جهة السواق. طبعا السيارة غير عادي، 4 سرعات. هذه بس يبالها غسيل. طيب هنا خلونا نشوف الماكينة وأجزاء الماكينة والمحركات الداخلية للسيارة. والآن خلونا نجرب قيادتها والتشغيل، نأخذها في جولة بسيطة. بسم الله. تبارك الله، الخارج والرصفات السيارة من برا، يعني ما شاء الله تبارك الله، انسيابية وقوة الماكينة على حجم الكفاية المقدمة.